الآن تحت مطرقة ترامب وراحت اشترت الموقف مال ترامب بالفلوس. إذا راحت أخذت هذا المال القطري الهائل صار تحت تصرفها وهذا الغاز المذهل، فإنها هذه المرة ستتحول خطر علينا وعلى إيران وعلى تركيا، وأعتقد من الحكمة وعلى سوريا من الحكمة العراقيين والسوريين أن نذهب لندافع عن قطر في مواجهة الغزو السعودي حتى لا تصبح السعودية غول كبير. وحط ببالك أخطرق لبالك لن يستقر العراق صحيحة إذا ما تتفكك السعودية. روح قول عن مشعان الجبوري الجبال.